للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا دكتور عبد المنعم. يعني طبعا الاقتصاد يعني مرتبط ارتباط وثيق بكل مناحي الحياة، فيعني لا نستطيع أن نفصل الاقتصاد عن أي موضوع بيتم مناقشته في سواء في المنتدى أو في غيره. ولكن حين نتحدث عن هذه الندوة التي تبعناها اليوم ومع السيادة الرئيس، سواء التغيرات المناخية صباحا أو الآن محاكاة حقوق الإنسان، هتكلم من زاوية الاقتصاد. لما أتكلم عن آخر موضوع تحدث عنه السيادة الرئيس، موضوع التحدي الكبير الذي يواجه دول عديدة ومنها مصر، هو الزيادة السكانية، وأنه لابد من أن تقديم الدعم للدول التي تواجه هذا التحدي ألا وهو الزيادة السكانية. في مصر كيف تمثل هذه المشكلة تحديا للاقتصاد المصري؟ الزيادة السكانية بلا شك انها بتؤثر على التنميه الاقتصاديه داخل الدوله. بمعنى ايه؟ النهارده مصر بتزيد سنويا في حدود 2.6% سنويا، يعني كل سنه عندنا مواليد جديده 2,600,000 مواطن مصري بيدخلوا الدوله المصريه. ده معناه انه حجم التنميه الاقتصاديه التي تحقق وهي في حدود 5% او 5.3%، ان نصها بيتاكل. طيب انا لما يكون عندي زياده في السكان، ده معناه ايه؟ انه لابد من الدوله انها تزيد الانفاق على الخدمات، سواء كانت صحه، سواء كانت تعليم، سواء كانت طرق، سواء كانت بنيه تحتيه وبنيه اساسيه، وايضا في وحدات سكنيه داخل المجتمع المصري. بدات الدوله انها بتتعامل مع هذه الزياده، انها بتحاول يعني زي ما يقولوا كده الزياده يعني معدل الزياده بيزيد، وايضا معدلات التنميه الاقتصاديه في مصر بتزيد، لكن عدم الاحساس بها ناتج عن ان هناك جاب او فجوه ما بين انه حجم الانتاج في مصر وما بين حجم الزياده السكانيه. دائما وابدا لما عندما نتكلم او نتحدث عن الزياده السكانيه يتم مقارنتنا او يتم القول بان الصين دوله فيها 1,400,000,000 مواطن وفيها زياده سكانيه رهيبه. الصين فعلا 1,400,000، لكن انا عندي اختلاف مع الصين. معدل النمو السكاني داخل الصين 0.5%، ومعدل النمو الاقتصادي داخل الصين في حدود 14 الى 15%، يعني معدل النمو الاقتصادي 30 ضعف الزياده السكانيه. ايضا مستوى التعليم ومستوى التدريب في الصين يختلف عن الدوله المصريه بشكل كبير جدا في تهيئه والهيكل العماله في مصر وهيكل التدريب في مصر مختلف تماما. فوجود الزياده السكانيه عبء على الدوله، بتتحمل الدوله اعباءه سواء كانت من خلال الدعم، سواء كانت من خلال انفاق على خدمات، وبالتالي مهما زاد حجم الانفاق لابد انه عشان يكون هناك احساس او يعني شعور لدى المواطن بالتحسن، لابد ان يكون معدل النمو الاقتصادي في مصر لا يقل عن 8 الى 9% عشان ابدا يكون الزياده السكانيه او حجم النمو الاقتصادي على اقل 3 اضعاف حجم الزياده السكانيه الموجوده حاليا، وهي في حدود 2.6%. اضافه للتحدي تحدي الزياده السكانيه، في يعني عناصر طارئه بتطرا على المجتمعات زي جائحه كورونا التي طرات على العالم كله، فكل دوله بتواجه هذه الجائحه بامكانياتها الفرديه. من ضمن ما يعني ما ذكره سياده الرئيس هو دعم فكرة تقديم توصية من منتدى شباب العالم إلى الأمم المتحدة لدعم الدول ضد الجوائح يعني الأوبئة والأمراض الخطيرة، والدول التي تعاني من الزيادة السكانية لأنها بتمثل تحدي لها. برأيك إلى أي مدى ممكن المنظمة الأممية تستطيع أن تدعم الدول المختلفة، ليس مصر فقط، الدول التي تعاني مثلنا من الزيادة السكانية، في إطار أيضا وجود جائحة مثل جائحة كورونا؟
طبعا بلا شك انه جائحه كورونا كوفيد 19 اثر بشكل كبير على دول العالم ككل. النهارده احنا بنتكلم في مستوى اقتصاد عالمي كان معدل النمو فيه حوالي 3.6%، انخفض لاقل من 0.5%. حجم التجاره الدوليه والعالميه انخفضت من 19.5 تريليون دولار الى اقل من 13 تريليون دولار، يعني حوالي الثلث تم فقده على مستوى العالم. كثير من دول العالم وخاصة دول الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية تأثرت. كلنا شفنا ما حدث في إيطاليا، ما حدث في النمسا، ما حدث في أسبانيا من وجود حالات كثيرة من انخفاض في معدل النمو الاقتصادي، وكذلك الدول الإفريقية للأسف تأثرت بشكل كبير جدا من هذه الجائحة اللي هي أثرت على مستويات الاقتصاد، أثرت على معدلات النمو الاقتصادي، أثرت على معدلات التشغيل لديها وزيادة معدلات البطالة. وجود او تدخل منظمه الامم المتحده انها تكون هناك داعم او مساند، ان يكون الدول العالم ان يكون هناك صرف دعم مالي لهذه الدول التي تعاني من الازمه، بلا شك ان هو طبعا يعني يمثل عداله كبيره. وايضا يمكن صندوق النقد الدولي اخذ خطوه بناء حول هذا الموضوع، انه قال والله ان انا الدول النامية والدول التي حجم المديونيات التي عليها كبير هيتم وقف الفوائد الخاصة بها لمدة 6 شهور، ثم زادت هذه المدة إلى سنة. وأيضا هيتم تقليل معدلات قيمة الديون المستحقة عليها من خلال نادي باريس أو من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. تم أخذ خطوات فعالة يمكن لم يتم استكمالها. النهارده الرئيس يعني حب أن يؤكد على هذه المعلومة، وحب النهارده يكون هناك توجه حقيقي من المؤسسات الدولية سواء كانت أو البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، وكذلك من في وجود مظلة منظمة الأمم المتحدة، أن يكون هناك توجه اتجاه عالمي، أن يكون الدول الغنية الدول الكبرى تساهم وتساند الدول الفقيرة والدول التي بها زيادة سكانية التي تحملت أعباء كبيرة جدا بسبب فيروس لم تكن لديها أي يد فيه، لم يكن بسببها أو بسبب أي حاجة داخلها، ولكن هو فرض عليها بأمر واقع من العالم بهذا الفيروس، وبالتالي أثر على المستويات الاقتصادية وأثر على معدلات النمو. وبالتالي أن ده نجاح أيضا، أنه هذا الدعم وهذه المساندة عندما تتم هيكون هناك زيادة في النمو الاقتصادي. يعني الدكتور عبد المنعم، ما مدى التزام ان هيقل الهجرة غير الشرعية ليها بشكل كبير من الدول النامية والدول الفقيرة؟ ما مدى التزام الدول الكبيرة والاقتصاديات الكبيرة والمنظمة الأممية في دعم الدول التي تواجه تحديات في يعني اذا كنا يعني نرى عدم التزام هذه الدول بدفع ما عليها من خلال اتفاق باريس 2015 ال 100 مليار دولار لم يتم الوفاء بها حتى الآن، وهي تؤثر على العالم بأجمع، يعني كيف لهذه الدول أن تلتزم بمساعدة الدول الأخرى في تحدياتها؟ اتفاق باريس 2015 كان بيتحدث عن الآثار المناخية السيئة التي أحاطت بالعالم كله وتأثرت بها دول العالم. وطبعا التغيرات المناخية السيئة التي حدثت على مستوى العالم هي كانت بسبب يعني الصناعة وزيادة حجم المصانع والشركات وتقدم الدول العالم الأول كما يقال عليه من دول أمريكا والاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي، والتي أثرت بالسلب على دول أخرى، دول نامية، دول من أفريقيا ودول من آسيا وأيضا باقي دول العالم. النهارده كان هناك حديث عن 100 مليار، طبعا لم يحدث فيه اي شيء للاسف الشديد، لم يكن هناك اي مسانده من هذه الدول. ربما كانت التفسيرات التي تقال او الحجج التي تقال ان بسبب ازمه فيروس كورونا تاثر ايضا العالم الكبير، لكن العالم النهارده امام حقيقه وهي وامام يعني العالم كله انه لابد أن يكون هناك مساندة من الدول الغنية التي كانت سبب في تغيرات المناخ والتي أثرت بشكل كبير وأثرت على أسعار السلع داخل العالم كله بشكل كبير. عندما منظمة الفاو ومنظمة الأغذية أعلنت أن هناك زيادة في أسعار الغذاء بسبب التغيرات المناخية لأكثر من 35%، وأن العالم هيشهد حالة من التضخم كبيرة بسبب
التغيرات المناخية أيضا وجود مدن سوف تختفي ووجود مدن سوف يكون هناك زيادة في حجم الأمطار لديها بشكل كبير ويأثر على حركة الاقتصاد لديها. كل ده تأثيرات مناخية سلبية جاءت أو يعني ابتدي بها العالم الدول النامية بسبب العالم الكبير. ايضا مساله يعني الهجره ووجود لاجئين في عده دول اثرت هذه الظاهره على يعني اقتصاد هذه الدول، وبالرغم من ذلك مصر تستقبل اللاجئين من الدول الشقيقه والصديقه بشكل يعني غير يعني لا يتم فيه التباهي، وايضا بشكل في احتواء لهؤلاء يعملون ويتمتعون بكافة الحقوق، حقوق التي يتمتع بها المواطنون. إلى أي مدى هذه الظاهرة بتؤثر على اقتصاد الدولة سواء نتحدث عن مصر أو عن الدول الأخرى؟ طب أولا مصر من 2016 لم يخرج منها أي هجرة غير شرعية لدول العالم ككل، وبالتالي مصر كانت ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة بشكل كبير اعتبارا من 2016 الدولة المصرية لم يصدر أو لم يكون هناك هجرة غير شرعية موجهة لأي دول في العالم وخاصة الدول الاتحاد الأوروبي. ما تستقبله مصر من أشقاء سواء كان من سوريا أو من لبنان أو من اليمن أو من العراق أو من بعض الدول العربية وأيضا الدول الأخرى هم لا يعتبروا لاجئين، يعني في مصر هم أشقاء موجودين على الأرض المصرية. النهاردة احنا بنتكلم في أعداد بتتجاوز 6 مليون مواطن عربي ومواطن غير عربي موجود على الارض المصريه شريك داخل هذه الدوله، يعني داخل زي ما يقال كده وطنه الثاني بيعمل وبيشتغل، واحنا كلنا شايفنا الاخوه السوريين في مصر ومشروعاتهم الموجوده والناجحه والتي حققت مكاسب وايرادات لهم بشكل كبير جدا، وكذلك ايضا الاخوه العراقيين والليبيين. فهناك مصر بتتعامل مع ممن ليس لهم ملاذ آمن، إن مصر دولة شقيقة ودولة بتستوعب الكثير من المواطنين. طبعا بلا شك انه له تاثير اقتصادي على انه وجود هذه الاعداد بتحمل على البنيه التحتيه، بتحمل على المشروعات الموجوده، بتحمل على النمو الاقتصادي، ولكن في الاخر هو مصر دوله كبيره بتستوعب الاخر، ومصر لا تتاجر بهذه القضيه كما تفعل كثير من الدول زي تركيا زي كثير من الدول الاوروبيه، يعني تعلن انها محتاجه الى معونه ومحتاجه الى مسانده ماليه بسبب وجود لاجئين. لم تتقدم مصر لاي منظمه دوليه تقول فيها انه هناك لدينا لاجئين، بل هو الاعلان الدائم ان من هو موجود على الارض المصريه هو شقيق واخ داخل الدوله المصريه له نفس الحقوق المواطن المصري. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.